أنا جميلة زوجة الريش العربي سائق القطار. كنطلبوا من حنا دابا أمام المحكمة الابتدائية والعائلة هي كلها متضامنة معايا. ما حسيتش بأن راني بوحدي، في الأول كنت غير أنا غير بوحدي، دابا وليت حسيت بالكتاف ديالي سخنوا عليا منين كاينين العائلة ديالو معايا والصحاب ديالو والجيران ديالو. عاد حسيت بالتنفس، راني كنتنفس، عاد حسيت بالتنفس راني كنتنفس، وكنطلب من الله باش يطلقوا البراءة ديالو اليوم بإذن الله. طلعت وهبط، عاد باش قال لي واحد السيد تما في المحكمة، قال لي راه داو للسجن. منين داو للسجن أنا نهاريت، ما بقيتش عرفت شنو غندير، بقيت هنا حتى ل 11 الليل. يوسف عسيسو الكاتب العام للنقابة الوطنية للسكاكين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للسعود. جينا اليوم أمام المحكمة الابتدائية ديال سلا تنفيذا لقرارات المجلس الوطني ديالنا اللي انعقد نهار السبت. خرج بقرار ديال حمل الشارة حمراء لمدة 24 ساعة تزامنا مع جلسة ديال المحاكمة ديال الزميل ديالنا العربي الريش سائق القطار ديال بوقند. هذا واحد. جوج، وحمل الشارة احتجاجا أولا على الاعتقال ديالو، كان احتجاجه على الاعتقال ديالو، وكان طالبوا بطلاق سراح ديالو فورا، وتنطلبوا كذلك باسقاط المتابعه، لان ما خصش هذا السيد هذا يتعرض لهذ المتابعه هذه. فيما يخص الموقف ديالنا حنايا في الملف كامل، الملف هو ان السيد الصديق ديالنا والزميل ديالنا العربي الريش سائق القطار خرج في الصباح مشى للخدمه، مشى للخدمه تعرض لحادث. حنا تنعتبروا بان هذا حادث شغل، ماشي شي حاجه اخرى. السيد خدام وقع في حادث شغل. نتاسف ونجدد الترحم ديالنا على الضحايا ديال هذاك الحادث، ونتمناو الشفاء العاجل للجرحى ديال هذا الحادث. ولكن فيما يخص الموقف الرسمي للنقابه ديالنا هو هذا، هو تعرض لحادث شغل، وبالتالي الملف خصو يتعالج في اطاره اللي هو معالجه ديال الملفات ديال حوادث الشغل لا غير. يجب هذا الشيء ديال الجنايه، القانون الجنائي 432 33 ما خصناش ندخلوا كاع في هذا الشيء. السيد ماشي مشى دار هذا ولا باغي يزيد كما كيقولوا. للاسف اننا احنا ما طلعناش على التحقيق وما تنطلعوش على النتائج ديال التحقيق كنقابه.